الله هني عند قبر الوالد سيد هاشم السي احمد الرفاعي وزير نائب الشيخ الطريقه الرفاعي الصوفيه، حبيت اعرض هذا الكتاب الوالد الوزير ونائب الشيخ الطريقه الرفاعي الصوفيه دوله الكويت سيد هاشم السي احمد الرفاعي رحمه الله والجميع، اختار من بد الكتب انه يؤرخ قصه استشهاد جده الامام الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام في الكوفه في العراق، وهو كتاب مسوينه جماعه تلاوه القران الكريم، وهو طبعه وعطاني ذكر نفس ما قلت لكم كم كرتون وديتهم حق صديقه استاذ العم علي المتروك وديوانه بالدسمه، وكتاب جيد وهو مسوينه جماعه القران الكريم هذا يعني ذكرهم، واليوم 9 محرم 1444 هجريه اليوم الاحد الموافق 7 أغسطس 2022 ميلاديه، وهذا يعني الشيخ عبد المقصود محمد سالم له كتاب حلو في اسماء الله، يعني حتى ابو شاب الراوي مره هدا لي نسخه، وهذا للشريف هو اللي مسوي شو اسمه جايب القصه الحين اوريكم فارس عشان الوقت، هذا محمود الشريف وهو اللي من رئيس الجماعه من جمهورية مصر العربية، وهم هني حاطين متى سووا عشان الأمانة العلمية، كان الوالد كله يقول درس منطقة المنصورية، شوفوا قاهرة السيدة زينب عليها السلام المشيرة شوال 1403 هجري يوليو 1983، يعني تقريبا قبل 42 سنة 41 خادم سيدنا مرسول آل بيت محمود محمود عبد العليم. المهم الفهرس راح انتوا هذا قرو يعني يشرح القصه وفي خرائط وفي يعني قصه استشهاد الامام الحسين ثله من اهل بيته ونجى منهم علي زين العابدين، الله اكبر هذا الفهرس يعني وايد جيد، سيد ذكي كان بيعقوب اللي هو وزير وهو عضو وهو نسابه هو يقرا الناس هو يالف كتب هو يحل مشاكل يعتق رقبه ويحل مشاكل هو ينصح، هذا الفهرس تكملته وايد جايب القصة على قولة المصير طاطا السلام عليكم يعني ممتازة، الله جايب ما فيها يعني كلها تواريخ وكلها يعني قصص وكلها، فسبحان الله واستشهاده حتى الوالد كان يعني يقول ان نكبة اصابت الأمة الإسلامية كل الأديان والطوائف زعلوا عليه، واحنا نحاول نقرب يعني الوالد حتى ذكر قابلوا قناة الحرة يمكن 2000 و وبعد كذي 10، فقالوا له عن موضوع السنه والشيعه، قال والله انا ما ايد انت خلوا السني على مذهبه والشيعه على مذهبه، لا تحركون المواجع الا اللي يبي يغير على كيفه بس لا تضغطون عليهم، وهذه اهم المراجع انتم شوفوها كتاب وايد جيد. كانت جدتي ام حسين تقول يا خالد عيش الدنيا بسلام، يعني تقول فيها مسلم يعني غير مسلم، يهودي صبا بنيان، يزيديين، هندو، سيك، فيها وايد طوائف. الله شوف هني نختم بهالقصيده يقول يا رسول الله يا جد الحسين كن شفيعي يا امام الحرمين، قول امين سيدي الدريسي الحسني وجدك الحسين مدد.